نعم. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بعض الدعاة يطالب أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل على 3000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علنا أو في أي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماع أو رؤية من كان في ذلك المكان من القول أو الكتابة أو الرسوم أو الصور وغيرها من وسائل النشر والإعلام أو بأي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الدين أو بالتعرض بالطعن أو السخرية أو الاستهزاء أو التجريح، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علنا أو في مكان عام وبوسيلة من وسائل التعبير المشار إليها بالفقرة السابقة ما من شأنه الطعن في المذاهب الدينية أو الدعوة إلى الطائفية أو إثارة الفتنة أو مناهضة الوحدة الوطنية. فليا فضيلة الشيخ، هل لهؤلاء الدعاة يعني وجهة نظر بهذه المطالبة بهذه العقوبة الغير شرعية لمن يمس الذات الإلهية؟ يعني هم يقولون أن هذا أخف ضررين أو الواجب يعني غير ذلك، ولما كان لفضيلتكم كلمة مسموعة عند هؤلاء أحببنا أن نسمع رأيه. ليش ما في سؤال؟ يعني الشيخ يعني يقترحون يطالبون بأن من سب الله عز وجل أو رسوله أو كتابه أو دينه يجب إيش؟ أن يحبس 10 سنوات ويغرم 3000 دينار أو يعاقب بإحدى العقوبتين. يعني لو واحد سب الله عز وجل للقاضي أن يحكم عليه بغرامة 3000 دينار تكون عقوبة له. والآن يقولون يعني لو واحد شتم أو استهزأ ما يعاقب بأي عقوبة أو عقوبة أخف من هذه، فهم طالبوا بتشهد. يا راس أنك الله أن من سب الله أو رسول أو كتابه أو دينه أنه مرتد يجب أن يقتل وجوبا، ويقتل على أنه كافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يخرج به إلى البرية ويحفر له حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الشاة، عرفت؟ وليس له سوى ذلك. لكن اختلف العلماء فيما لو تاب، لو تاب من هذه، فقال بعضهم لا تقبل توبته سواء كان مرتدا أو كان كافرا أصليا، وبعضهم يقول إن كان كافرا أصليا قبلنا توبته لقول الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام، وإن كان مرتدا لم تقبل توبته بل يقتل على كل حال، وتوبته فيما بينه وبين ربه يوم القيامة. وفصل بعضهم في هذا فقال أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب أن يقتل حتى لو تاب، حتى لو صار يثني على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مكان فإننا نقتله، لكن إن تحققنا توبته عاملناه في أحكام الآخرة معاملة المسلم، بمعنى أننا نغسل ونكفن ونصلي عليه وندفن مع المسلم، وإن لم تظهر توبته أنها صحيحة عاملناه معاملة المرتد. أما من سب الله عز وجل فإنه إذا تاب وعلمنا توبته وأنه صادق فإننا نرفع عنه القتل ونحكم بأنه مسلم، وهذا القول التفصيلي هو والصواب. لكن لو رأى ولي الأمر أن هذا الذي سب الله مع توبته أن يقتل لئلا يجرؤ أحد مثله فله ذلك، ويكون قتله هنا تعزيرا لا ردة. نعم، ما تفضلت به هو الحكم الشرعي. يقول لو طالبنا بالحكم الشرعي لا يستجاب لنا، فهم يطالبون بهذه الأحكام. يقول بما أن يعني ولاة الأمر لا يطبقون الحكم الشرعي الذي تفضلت به فأقل الأحوال أن نطالب بهذا، وهو أن يغرم أو أن يحبس. لا لا، أقصد هذه المطالبة هل هي شرعية أم لا؟ هذه المطالبة غلط. نعم، يعني ما لهم وجهة نظر بنخفض الضررين وليس بصحيح. بل يجب علينا أن نطالب بالحكم الشرعي، ثم إن هدى الله لا لتطبيقه فهذا المطلوب، وإلا بقي الحكم الشرعي ثابتا، لأننا لو تنازلنا عن الحكم الشرعي إلى عقوبة أخر بقيت العقوبة هذه قانونا
شرعيا، ولم يلتفت إلى أنه يقتل مرتدا أو ما أشبه ذلك، فلا أرى التنازل أبدا في دين الله. كما لو قال مثلا أنا لو أمرت أن يصلي الصلاة الخمس أي أبا، لكن لو أقول صلي الظهر والعصر أنت في النهار مستيقظ والعشاء والفجر لا تصلي، هل نقول نقبل التنازل؟ لا نقبل. نعم، جزاك الله خير.